معكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الفقره الرياضيه تاعكم مع الكوتش تاعكم منير بوشاوي. واش نقول لكم اليوم؟ اليوم راح نخدموا دي زيكزارسا رونفورسمون، يعني كاع تقدروا تخدموا معايا، ما كاش اعذار، ما تسحقوش ماتريال، ما نسحقوا ليسباس بزاف، ما نسحقوا طابي، ما نسحقوا والو، يعني نحيوا لنا الاعذار هذوما، جيبوا لنا الكور تاعكم، جيبوا لنا الموتيفاسيون تاعكم، ويلاه تبعوني نبداو بالعقل بالعقل، نبداو في لو بريمي اكزارسيس ولا نبداو في لي شوفمون دابور باش ندخلوا في التمارين تاعنا، نبداو بلي دومي سكوات هنا نشوفي بهم الكور تاعنا ولا نشوفي بهم العضلات اللي راح نخدموهم. هنا دومي سكوات نخدموا 10 خطرات ولا 20 خطره، سي جوست عفوا بور يشوفي لي موسك اللي راح نخدموهم. تري بيان، نخدموا لهنايا لي فونت لاتيرال دروات غوش، نحسبوا 10 يمين 10 يسار باش ندخلوا في الفقرات تاعنا ولا باش ندخلوا في صلب الموضوع في التمارين اللي راح نديروهم. الو نبداو بلو بريم اكزارسيس، اكزارسيس اللي تعرفوه كاع، مي راح نخدموه بطريقه مختلفه. نخدموا لي فونت، تبعوا معايا مليح، ندير خطوه للامام هنايا، الجذع تاعي يكون مستقيم يعني يكون دروا، صدري يكون واقف، نزير بيان لي زابدو تاعي وندير خطوه للامام هنا ونعاود نولي للخلف كيما جيت، عندي نقطة البداية، نعاود 1 2، ركزوا معايا مليح، خطوة للأمام ونولي للخلف بنفس الخطوة اللي جيت بها ولا نقطة البداية. راح نحسبوا 10 خطرات عفوا، دونك نخدمها دو بروفيل باش تزيدوا تركزوا معايا أكثر وأكثر. ألور نخدمها بلا دوزيام جومب، نحطوا كيما قلنا بوزيسيون دو فونت، أني هنايا لي دو جومب 90، ركزوا معايا 90 درجة. هنا ندير خطوة للأمام 1 و 2، لا ميم جومب، هاد لا جومب لازم تكون فيكس، عندي رجلي وحده باك لي نافونسي نولي بها 1 و 2، نافونسي ونعاود نولي. راح ندير الناس ما يقدرش، الناس ما يقدرش عادي، ماشي لازم ديبلاسي، نخدم هنايا ستاتيك، نخدم نهبط ونطلع. كما قلنا 10 خطرات من كل جهه، عندنا ثلث مجموعات. نروح للتمرين الثاني، واش راح يكون فيه؟ راح نسي نوقف روحي هنا بيان، راح نخدموا على رجل وحده برك، تبعوا معايا. هذه اللي يدي لكم كسله، راح نطلعها مع نفس الرجل، الرجل تاعي راح تكون تروح للخلف، يعني نخدم دو بروفيل هكذا باش تشوفوني مليح. الرجل تكون فيكس، لا دوزيام جومب تكون طوندو. نسي نهبط هنايا، نهبط بريسك حتى نقيس يدي مع لو سول ونعاون نطلع. الرجل هذه هي اللي حتخدم، راح نسي نفيكسيها مليح، تكون ليجيرمون فليشي. نهبط واش نقدر، ظهري يكون مستقيم ونعاون نطلع. نهبط ونعاون نطلع. نهبط واش نقدر ونعاون نطلع. اللي يقدر ما يحطش لاجون تاعو كي يطلع ما يحطش. على بالي شويه صعيبه، مي اللي ما يقدرش يحط لاجون تاعو هنا ونعاون نطلع. نخدموا 10 خطرات يمين، دوكا نروحوا للدوزيام جون. كما قلنا ظهري يكون دروا، ما نعوجش ظهري كي نهبط، ويدي هذيك مكسله نطلعها مع نفس الرجل اللي راح نهبط بها. تابعوا معايا هنايا 1 ونعاود نطلع 2 ونعاود نطلع. لا جومب هذي لازم تبقى مكسله، نفليشيوها شويه برك على جال لي بروبليم دي زارتيكولاسيون. صدري كي نهبط لازم توجور يهبط مقابل الارض. هذا كما قلنا بالنسبه للتمرين الثاني. يبقى لنا التمرين الثالث، التمرين الثالث واش راح نديروا فيه؟ نفس الشيء، راح نخدموا رجل برجل. نهبط هنايا فليش شويه لا جومب تاعي، راح نخدموا نبداو نخدموا بلا جومب دروات، راح تروح هذيك سيرير ولا لاتيرال، يدي يكونوا هنا، هذه لا جومب تكون فليشي، ونسي نطبع رجلي هنايا اليك سيرير، تروح طوندو، نقيس لي بوان دي في يعني نقيس الارض بلي بوان دي في تاعي برك، يعني باصابع، نعاود نجيب لهنا، نبقى توجو في لا ريزيستونس، نجيب هنا نطبع لا جومب، نحسب 10 خطرات. هاي ابان يعني محطوطه على لوسول، ما نحطهاش كومبليتمون، هذه هي راهي في لا ريزيستونس يعني في المقاومه. نسي نطبع ونعاود نجيب. راح نعاود نروح لا دوزيام جومب، كيف نفيكسي بيان لا جومب تاعي هذه لهنايا، ونطبع الرجل اليسرى للجهه اليسرى. 1 2 3، توجو نسي نكاردي لو بيوس ديالي بيان دروا، التنفس تاعي ما ننساش، جي انسبيري اكسبير هنايا. طيب هذا كان بالنسبة للتمرين الثاني، كما قلنا عندنا ثلاث مجموعات في كل رجل، عندنا 10 15 20 خطرة كل واحد والمقدور تاعو، من المبتدئين ل 10 إلى المتقدمين 20 خطرة. هذا كان آخر تمرين، دائما واش قلنا في عند السيونس لازم نديرو ليزيتيرمون تاعنا. نحكم هنا لي بون دي في تاعي
نجبد بيان ثلاث تمارين مامو قاعد تقدر ديروهم في الدار، ما ياخذوكمش وقت بزاف، لكن كما قلنا الفائده تاعهم كبيره بزاف بزاف. نهبط هنايا بيان، نكسل بيان لا جون تاعي، نبدل الجهه الاخرى هكذا باش ما يكونوش عندنا اعذار باش نمارسوا الرياضه، باش كل واحد فيكم يقدر يمارس الرياضه. تمارين بسيطه مفيده، ما تحقوش ماتريال، ما ياخذوش وقت بزاف. فوالا هكذا نكونوا كملنا ان شاء الله. كنتوا تبعتوا معنا ان شاء الله، تكونوا راكم تمارسوا في الحركات هذه ولا في الفقرات الرياضيه هذه. واش نقول لكم، اذا كان فيه تساؤلات، اذا كان يعني رضيتوا لا سيونس تاع اليوم، تقدروا تلقاوها على اليوتيوب الخاص بال يعني بقناه الشروق، ولا الصفحه الخاصه بي اللي هي واش نقول لكم. ابقوا على خير، تهلاو في وقتكم، سلام.